رجعنا لكم تاني لحلقة الأربع من سباحات سودانية وملفنا الثاني الليلة لحلقة الأربع. زي ما قلت لكم في بداية الحلقة الليلة أطلقنا هاشتاج على الفيسبوك في صفحة سودانية 24 موضوع الترابط الأسري. منو اللي عنده الدور الأكبر في إنه لما الأسرة دي كلها على موضوع واحد أو على قاعدة واحدة أو في صفرة واحدة زي ما بقولوا يتناقشوا في موضوع الأم الأب والأخ الكبير؟ هل في موضوع معين ممكن نحطه في نطاق معين في محور معين تلم عليه يوميا أو إن شاء الله مرة في الأسبوع؟ ده دور منو في الأسرة موضوع ترابط الأسري في الحياة البيجا الإيقاع بتاعه سريع جدا في شغل الأم والأب والعيلة كلها ممكن تكون شغالة. عشان نتكلم عن الموضوع ده بشكل أكبر ونفهم ترابط الأسري ده مفهومه شنو والإمكانيات بتاعته أو آلياته عشان يكون في ترابط أسري في الأسرة يكون كيف. معنا داخل الاستوديو دكتور عزة حمدتو أخصائي نفسي ومعالج نفسي في مستشفى الرباط الجامعي. دكتور عزة صباح خير. أهلا بك. صباح النور. مرحبا. نورانا اللي نفسه واحد سوداني. منورين أنتوا الله يبارك. بعد الشروط بتصحوا بدري يعني ما. بدري خالص. عايز. إحنا اللي وصل هناك بدري. لا عادتكم وصلنا يعني. دي العادة بعد. طيب دكتور عزة الليلة الترابط الأسري والترابط الأسري ده ممكن يكون حاجة نتكلم عنها ونسمع عنها محاضرات ونشوف في التلفزيون. إن شاء. وننفذها. صحيح. فأنا في الأول دايما تورينا مقارنة ترابط الأسري زمان مثلا في جيلك وفي الجيل الحالي وأنت زول عاملة. ولا شغال؟ نعم والله يختلف تماما. احنا على جيلنا يعني انا والدتي كانت ربط منزل ما كانت شغالة فانا اعتقد انه ترابط بينا كان اقوى من الرابط اللي بيجمعنا نحس بابنائنا. صح. يعني كانت متوفره لنا على مدار الساعه اي وقت ترجع تلقى قاعده انت بتلقى الوالده قاعده يعني ما عندها ما عندها حاجة بتشغيلها. يعني إحنا مع الأسف بنرجع بيوتنا وشايلين باقي شغلنا معنا. صح. تلفونات وهم ده غير إنه أيوة عصر العمل ما بيقى فيها كمبيوتر وبيقى فيها موبايلات وبيقى فيها القنوات الفضائية العدد المهول اللي قدامنا ده. فإحنا مع الأسف يعني مشاغل الحياة زائد الملهيات الأخرى أخذتنا من أبنائنا أكثر ما أهلنا أخذتهم منهم ظروف الحياة في ذلك الزمان. طيب الحاجات الهسي ممكن تكون ليها الأثر الأكبر في التفكك الأسري ممكن تكون شنو؟ يعني في أعتقد أسر الأب والأم الاثنين شغالين لكن إلى حد ما محافظين على موضوع الترابط الأسري. نعم. فده ممكن ما يكون العامل المؤثر الأكبر. صح؟ صح. العوامل الثانية ممكن تكون شنو؟ العوامل الثانية برضو بنرجع عصر العولمة اللي إحنا فيه. إحنا عندنا أسر بتجي يعني الأم بتقول لك بصحيه بالتليفون. يا سلام. يعني هي فوق والأولاد تحت أو ممكن يكون بيت كبير شديد لكن بتضرب التلفون عشان تصحي الولد بتضرب التلفون للبيت عشان دارة ترسيل تجيب لها معها حاجة إن شاء الله ولو موي من المطبخ. فالاستخدام يعني السيء للتقنية العلمية اللي احنا حاسة فيها دي ده واحد من الأسباب. العامل الثاني الناس كلها بقت ملهية في الحياة بصورة عامة. الحياة أصبحت ضاغطة وبقت ماشية على وتيرة سريعة. يعني حتى عيالنا في المدارس في الجامعات في وتيرة ماشية سريعة. الأطفال ذاتهم بيقول لك يا ماما اليوم بقى قصير. والله هو اليوم ما بقى قصير يعني لكن اليوم ما خلق 24 ساعة أي يعني ربنا خلق 24 ساعة ما زاد والله ما قص لكن بقت فيه حياة كثيرة يعني بتاخد زمن بالذات معانا إحنا أو مع أطفالنا. فأصبحت في وسائل أخرى إحنا بنحاول نعوض بها لقائنا مع أطفالنا. إنه تديهم تليفون فيه إنك تعمل لهم حاجة في البيت تلهيهم عن غيابنا إحنا لحد ما إحنا نجي اللي هي القنوات الفضائية. صراحة الفكرة كانت جيدة لكن التطبيق كان سيء جدا جدا. يعني كون إنك أنت تسمح لإنه التلفزيون يكون مفتوح 24 ساعة في اليوم للأطفال ومفتوحة فيه كل القنوات الفضائية إحنا خدتنا خطورة العالم كله بين إيدين أطفالنا في زر واحد وجا عليها الموبايل. يعني عندك الأطفال الطاشرات اللي لسه ما دخلوا جامعة حتى بيعرفوا في التقنية وفي الموبايلات أكتر مننا إحنا وده أول عامل بتاع إنذار مبكر للخطر لما طفلك بيكون بيفهم في الإلكترونيات أكتر منك معناها قضى فيها زمن أطول مننا إحنا اللي احنا مفترض ان احنا قرينا ووصلنا درجة عالية جدا من الفهم عشان نستوعب الوعي. ايوة فكون انه طفل بيعرف في الاجهزة الالكترونية اكتر مننا انا مفتكر ده نزر خطر بتفتخر بيه كمان. ايوة صراحة انا في الاول كنت كده لكن زي بيقلي وقفة. انا عندي ثلاثة اطفال الكبيرة ما شاء الله عسى بتمسك الموبايل مبالغة ده خوفني. الاثنين اللي تحتها ما ابدا قدروا يحصلوا على الموبايل في عمر ده حسا حاليا أو في العمر اللي هي حصلت عليهم جربتوا فيها. أيوة لأنه دي كانت التجربة الأولى وكانت تجربة خطرة ومخيفة بالنسبة لي أنا إنه أنا يكون عندي طفل
بيفهم في التقنية بالصورة دي، بيعرف مداخله ومخارجه، معناها الدنيا كلها في إيده. أعتقد إحنا كلنا سمعنا عن اللعبة الإلكترونية اللي تسببت في انتحار عدد كبير جداً جداً من الأطفال المراهقين حول العالم، خاصة في الدول العربية والإسلامية. اللعبة دي موجودة في الموبايل، موجودة في الآيباد، موجودة في الكمبيوتر، أي أجهزة إلكترونية اليوم. أيوة، الحوت الأزرق. فده يعني واحد من عوامل خطورة كبيرة جداً جداً. مفترض إن إحنا دورنا إحنا كناس واعيين وشايفين إن إحنا لازم نوعي غيرنا، لازم ننشر وعي أكبر. أيوة، التقنية والعصر العولمة ليه فائدة، لكن هو سلاح ذو حدين، تسبب لنا في حالات بتاعت مش بس تفكك أسري، تفكك في حالات بتاع ضياع أطفال ومراهقين، اتعرفوا على عالم بتاع إجرام، اتعرفوا على دنيا مخدرات. يعني إحنا بيجونا في العيادات الأم جايبة لطفل عمره 15 سنة مدمن لكل أشكال المخدرات الموجودة عندنا في السودان، ممكن تسمع بها عمره 15 سنة، بقول لك والله ليه 3 سنين يكون في الثانوي أو في الثانوي العالي أساس. لما بدأ يتعاطى كان في الأساس، يعني حتى الأم ذاتها بيقول لي أنا ما انتبهت له سنين، يعني قاعد الولد ده 3 سنين أمه ما انتبهت له. ما إهمال منها، لكن هم بيعرفوا كويس كيف يخفوا الأعراض، كيف يخفوا الآثار، كيف يخفوا حتى أنهم هم بيتعاطوا. لكن هل في آثار؟ يعني أنا بفهم إنه الزول مدمن للمخدرات ده واضح، يعني ما بقدر يخفي في حاجات معينة. بعدين المادة، توفر المادة للطفل بشكل إنه أنت بتوفر له حاجة عشان تغنيه عن حياته. إحنا ممكن نطلع شوية من موضوع محاضرتنا، حنخش في المخدرات. المروجين أو المستخدمين المخدرات وعايزين يستقطبوا أطفال أو شباب أو مدمنين آخرين، بيفتشوا دائما في أوساط الشباب وفي أوساط الأطفال الطفل اللي عنده الاستطاعة المادية. طبعا ما هو ده القروش، ده أول واحد. ففي الأول بتكون في شكل هدايا، بدو له في شكل هدية، جرب بيديها له بأساليب مختلفة، منها التشجيع لأنه يأخذها، ومنها الاستفزاز، أنت مع راجل عشان يثبت رجولته لازم يقوم يتعاطى معه. ففي فترة كده بتكون هدية بيأخذها في شكل هدية، بعد ذلك خلاص بيكون ضمن إن هم سحبوه فعلا ورطوه، فبكونوا عايزين بعد كده الله عايزين يستفيدوا منه. انت انا كل مره حدفع لك، فخلاص الدور عليك تدفع جيب. لو ما بيقدر يزيد المصروف بتاعه من اسرته وما عنده امكانيه انه يعلي مصروفه اكثر او يدفع لهم، بيقوم بيستخدموه هو ذاته كوسيله لاستقطاب مجموعه ثانيه اللي هم الجروب بتاعه هو. صح، ايوه، منه ممكن يسرق من اهل، ممكن يحرضوه على السرقه. صح، يسرق حتى مش بس قروش، يسرق اي حاجه قيمه ونفيسه موجوده. صح، في البيت، او انه يستقطب شباب ثانيين من الدائره حقته اللي هي الاسر الماديا مقتدره. وبهنا اصبح الطفل اصبح مدمن، اصبح مروج بتاع مخدرات، وهو لسه ما تم له 15 سنه. ده كله بيجي في انه الاسره متفككه، واعتقد انه دور الاطفال في موضوع المخدرات او انه يمشوا في اتجاهات غلط، ده دور الاب اكبر من دور الام، عندها دور برضه، لكن الاب هو الموجه، هو اللي بيسوق الحته دي في المكان الهدايا. فده رجع معاك لموضوعنا ثاني، انه كيف انا اقدر اضبط اسره اذا كان الاب ولو نديم زي روشيتا كده، كيف تضبط أسرتك وتخلي في ترابط في حدود المعقول. يعني ما قلنا لك مقعدوا اليوم كله خلوا شغلكم وقعدوا قاصدوا أولادكم، لكن بالضبط. في حدود المعقول كم بالضبط. أنا أولا ما دار أوجه صوت لهم لا للأب ولا للأم وأقول أنت المسؤول أو أنت المسؤولة، هي مسؤولية مشتركة بيناتهم الاثنين. إحنا عشان نوجه الأسر في إنها كيف تحافظ على أبنائها من كل المخاطر الحاصلة دي، معناها إحنا محتاجين للترابط الأسري. معناه أنا بدل ما أقول له أعمل ولا أسوي، أقول له أرجعوا للترابط الأسري. ما حنقول لهم بطلوا الشغل وقعدوا في البيت، لأنه في النهاية لازم يعول الأسرة ولازم يوفر اللقمة الكريمة لأولاده أو الحياة الشريفة والكريمة لأبنائه. فبيبقى إن إحنا لابد مهما كانت مشاغلنا ومهما كانت متاعبنا، إن إحنا نخصص فترة في اليوم، يا إما جلسة نقعد فيها كأسرة مع بعض أو على الأقل أيوة الوجبة. مع الأسف الوجبة بقت مبتلمة هسا. امبارح أنا بتذكر بحكي لهم، بقول لهم زمان دخلت أبوي في البيت مع دقة البرنامج بتاع الراديو عالم الرياضة، مظبوطة عليه حايتين، دخلت أبوي من باب الشارع وطلعت صينية الغداء من المطبخ على يده الله يرحمه. دي كانت يعني حاجة أصبح ما يقدر ينساها. فكانت صينية الغداء دي أو وجبة الغداء دي الوجبة المقدسة بتلمنا كلنا مع بعض، الفطور ده كل زول فينا. صح، في المدرسة في غيره، العشاء في ما بتعشى في المداير في غيره، لكن الغداء ده كانت الوجبة اللي بتلم الأسرة. فإحنا على الأقل لو ما قدرنا إنه تلمنا وجبة، لازم تلمنا حاجة تقعدنا مع بعض، يعني دخلك موضوع يكون هو حاجة بتلم. أيوة، الأسرة كلها. الحكاية إنه في برنامج أو في حاجة في التلفزيون حنقعد نحضرها مع بعض، دي ما مشاركة.
المشاركة لازم تكون فاعل، لازم يكون فيها نقاش. عندي نتناقش في الواتساب. والله كل العيلة عندنا جروب في الواتساب. والله عندنا العيلة الكبيرة بتناقش وبتكلم في مواضيع حساسة فعلا بيتم مناقشتها. فهذه دي لها فائدة، لأنه العيلة الكبيرة عيلة ممتدة فيها كثيرين خارج السودان، فتضطر إنك دي فائدة لها. لكن لما نحن قاعدين في حوش واحد أو في بيت واحد ونتونس بالجروب بتاع الواتساب لا يصح. صح. أنا بعرف في واحدة بتلم أسرتها يوم الجمعة من كل أسبوع، أول ما يدخلين بتخد في سبت خاتها وبرة قدام باب الأوضة هم داخلين أبدا. هناك الموبايلات برة. الموبايلات صامتة، الجايني جاي يتونس معي أو جاي يشاركني، لكن ما جاي يقعد معي هو شايل موبايله في إيده. هذه ممكن نعملها نقطة، لكن هي فعلا دي حاجة مهمة ودي حقيقة. ممكن نضحك فيها سوى كيف تخد في يعني بنقعد لصينية بتاعة أكل ممنوع فيها الموبايل، لا اتصال لا واتساب لا غيره. دي جلسة بتاع إحدى نقعد ناكل، دارين نقعد نتونس مع بعض. احيانا بنشتري الليدو، زمان الناس حاسه خلتها بالورق، دي مش الليدو في الموبايل، في بنجيب الورق والبالظهر وبنقعد. منها مشاركه مع بعض، ومنها بتبتدي الواحد الوالد او الوالده الموجود في يومه بالذات لو كانوا الاثنين بتبتدي تنتبه لبعض السلوكيات اللي ممكن تشوفها في اولادك انت في الاوقات العاديه بتكون ما لاحظت عليها. صح، عنف زياده، ايوه في عنف، في حماقه، في ايا كان السلوك اللي بيظهر لك انت هنا ده انتبهت لكل اولادك. ممكن اولادك تلقى قاعدين يلعبوا وقعد تتفرج معهم، تفرج عليهم ما ضروري انت قاعد فيها وصوتهم بتلعب، لكن على الاقل عندنا وقت احنا لازم نستقطعه باي ثمن كان عشان بس نقدر نكون موجودين. منها بنراقب ومنها ممكن نشارك حتى نوجه في بعض الحالات نقيم. ايوه عشان تقدر تقيم الحاصل كله. يوم في الاسبوع احنا عندنا اجازه جمعه وسبت، في مع الاسف كثير من الاسر بيضطروا يشتغلوا حتى السبت. صح. يوم الجمعه ده بيبقى يوم فيه يعني يوم شغل داخل المنزل، النظافة، الطبيخ، الغسيل، المكوّل، ما بعرفه. برضو إحنا محتاجين يوم الجمعة ما إنا لبدنك عليك حق، ولأولادنا كمان علينا حق. فإحنا مفترض إنه أتليست يوم في الأسبوع، أقل حاجة عند اليوم في الأسبوع لازم تكون عندنا فيه قاعدة. بعد ذاك أنت بتكون قيمتها منو في أولادك المحتاج إنك تديه زمن أطول، متى ممكن تجيه، يعني ممكن تيجي داخل بالليل تصحي واحد في أولادك عشان أنت داير عندك معه كلام. ما في ما يمنع أنا جيت لقيته نايم بالليل أنا أصحيه طالما أنا لاحظت حاجة أو أنا عندي معه موضوع في غاية الأهمية محتاج أنا أتكلم معه فيه. التجاهل ده كمان بيبني حياة كثيرة، يعني كثيرة جدا أولادك إنه يتم تجاهلهم. أيوة. وفي حياة كثيرة مرت عليك أنت ما قيمتها وما عديت عليها. صحيح. الأخطر إنه أبنائنا بيفتكروا إن إحنا ما فاضي لهم. صح. في الوقت الآباء والأمهات جارين النهار كله عشان يشتغلوا عشان يوفروا العيش الكريم لأبنائهم. ففيها ظلم حتى للآباء والأبناء. دي ما حاجة غلط، لكن لو ما قعدنا اليوم وريناهم الحاصل حنبقى هم فعلا حيظلمونا، ومهما نعمل حنكون احنا مقصرين في حقهم. فلذلك يعني من الافضل ان احنا دائما نستقطع. الزع حاجه او اظرف وقت القوم حق الصباح بدري، ليش كنت تصحى بدري 4:30؟ احنا بنقوم بدري 4:30، ده فيش اللي بيمنعنا نصحي العيال ده 4:30 كده يكرهوك؟ لا بالعكس، لما تصحي بنكته بهزار بمشاغله بيقوموا لك بمزاج رايق. مزاج رايق صح، يعني مصحينا بدري كده والله مشتاقه لك ودار نتونس الساعه 4 صباحا، منها ضحكه ومنها ونسه، وفي نفس الوقت يعني قضينا وقت جميل. حتى هم ذاته لما يمشوا المدرسه بيمشوا بمعنويات اجمل مما بيمشوا صح صحيين كده يروحوا كده. فدي لها وقع جميل جدا جدا، ما ضروري تعملها كل يوم عشان ما تبقى روتين وبعدك يبقى ممله بالنسبه لهم، لكن على الاقل مره او مرتين في الاسبوع حركه زي دي جميله جدا جدا بالنسبه للابناء، بتحسسهم لاي درجه انه انا مشتاق لكم. ساعات هم فعلا حيبتدوا يبادلوك نفس المشاعر، عشان لما تيجي تتكلم معه انه انا ليه قاعد فتره طويله جدا برا البيت عشان هيتفهموا بدون ما انا ادخل في تفسير وفي تحليل كثير لظرفي. دكتور عزه حمد والله شكرا لك كلامك الجميل ده الليله وبعض الافكار. يعني ثبت الموبايلات ده مهم جدا، موضوع صاحب بتاع الصباح دي مهمه جدا، غايته الدار ينفذ انا ما بنصح بها. اخصائي نفسي ومعالج نفسي في مستشفى الرباط الجامعي دكتور عزه حمد، شكرا جزيلا لك، نورت لنا في صباحات، وان شاء الله الموضوع ده صعب وطويل ودار له زي ما قلت محاضرات قبل شوي قلت لي نطلع من محاضرتنا. والله لو محاضرات الناس تفهم، لكن هو موجود في بالنا بس الواحد تركز فيه وتخلي له بالك شوي، يلفت نظر الناس شوي. صحيح دكتور عزه، شكرا جزيلا لك.